هو فعلا الالمينيشن ريت ده سرعة، زي ما مكتوب هنا الالمينيشن ريت ده سرعة بينتج من قسمة الكمية على الزمن، أما الالمينيشن ريت كونستانت كي ده ثابت. مظبوط. وللتوضيح أكتر ممكن نقول إن لو عندنا المادة المادة A بتتحول للمادة B، التفاعل الكيميائي المادة A بتتحول للمادة B، أو ده هي دراج ودراج بيتحول لميتابولايت، أو إن الدراج بيخرج بره الجسم بيتحول لإيه بس بره الجسم مثلا. ساعتها بنقول إن سرعة التفاعل سرعة حدوث العملية ديت بتساوي حاجة على زمن على تي أو دي تي. الحاجة ديت هي التغير في تركيز المتفاعلات، اللي هو تغير في تركيز المتفاعلات على زمن، أو تغير في تركيز النواتج على زمن. يبقى سرعة التفاعل هي حاجة من الاتنين، بس لأن المتفاعلات تركيزها بيقل بمرور الوقت فبنحط جنبها إشارة سالبة، والنواتج تركيزها بيزيد بمرور الوقت فبنحط جنبها إشارة موجبة، تدل بس على إن السرعة هنا بالموجب، يعني السرعة بتسبب زيادة في تركيز النواتج، وهنا السرعة بتسبب نقص في تركيز المتفاعلات لأن المادة A بتحول للمادة B. ولو مثلا قدرنا نحسب السرعة ديت في لحظة معينة، يعني مثلا كان عندنا 100 جرام، مثلا نعمل ايه، مثلا ديت الكمية اللي معانا هي 100 جرام من المادة، ديت المادة ايه عند زمن بيساوي صفر وعند زمن بيساوي مثلا ساعتين، والمادة ايه برضو بتتحول قلنا للمادة بي. فنلاحظ ان 100 جرام ديت بعد عند زمن صفر كانت كتلتها بتساوي 100، عند زمن ساعتين لاحظنا ان كمية المادة ايه بقت 50. فممكن نحسب السرعة، بنقول ان السرعة بتساوي التغير في كمية المادة ايه دي ايه، يعني بتساوي 100 أصبحت 50 في زمن مقداره ساعتين، يبقى على 2 هتساوي 50 على 2 هتساوي 25، والوحدة بتاعها ممكن نقول جرام في الساعة. يبقى لما كانت الكمية بتساوي 100 كانت السرعة بتساوي 25. نعمل التجربة ونقول لو احنا ضاعفنا الكمية ديت واستعملنا كمية مقدارها 200، نكرر التجربة مرة تانية. عند زمن صفر لاحظنا ان التركيز كان برضه 200، لان مستعمل نفس الكمية 200. بعد ساعتين لاحظنا ان الكمية بتساوي 150، فحسبنا السرعة وقلنا ان السرعة برضه بتساوي التغير في كمية المتفاعلات اللي هي 200 ناقص 150 على الزمن، الزمن دايما ساعتين انا مثبته مثلا. هلاحظ ان هي بتساوي 50 على 2 بتساوي برضه 25 جرام على أور. كررنا التجربة تانية باستعمال تركيزات مقدارها 400. كتلة المادة إيه اللي بدأنا بيها التجربة كانت 400، يعني الكتلة في الأول كانت 400 عند زمن صفر، وبعد زمن ساعتين كانت الكتلة هي 350، وده لاحظناه بس. فبنقول إن السرعة بتساوي 400 ناقص 350، التغير في تركيز المتفاعلات كانت 400 في الأول وبعد ساعتين 350 على الزمن اللي هو ساعتين. هنلاحظ إن هي بتساوي 50 على 2، يعني هتساوي برضه 25، بتساوي برضه 25 25 برضه جرام في الساعة. فلو نلاحظ من التلات حاجات ديت إن السرعة كانت في التلات حالات كانت ثابتة، قيمتها ب25 جرام في الساعة، سواء كان التركيز اللي بادي بيه 100 أو كان 200 أو كان 400. لو عايزين نعملها كعلاقة طردية بنقول يبقى السرعة بتتناسب مع التركيز اللي أنا بادي بيه مثلا، أو الأماونت اللي أنا بادي بيها. بس هل ده حقيقي؟ يعني لما كانت الكمية ب100 كانت السرعة ب25، يعني ثابتة. لما الكمية اتضاعفت اتضربت في 2 اللي أنا بادي بيها، السرعة برضو كانت 25، هل السرعة ضعفت؟ ما ضعفتش. يعني المفروض إن السرعة ما بتتناسبش مع التركيز، بس العلاقة اللي أنا كاتبها ديت صح، بشرط إن أنا أحط الأس بتاع
التركيز او الاماونت. لو حطيت الاس بصفر يعني السرعه بتتناسب مع التركيز اس صفر، او بتتناسب مع الاماونت اس صفر. اي حاجه اس صفر بواحد، فالمفروض ان اي حاجه اس صفر تبقى بواحد، يعني السرعه بتتناسب مع التركيز اس صفر، يعني السرعه ثابته ما بتتناسبش مع حاجه. نشيل علامه التناسب ونحط ك، يبقى السرعه بتساوي ك، السرعه ثابته، او السرعه بتتناسب مع التركيز، التركيز اللي انا بادي بيه، او الكميه الاماونت اللي انا بادي بيها، بس اس صفر لانها ثابته. لو كانت الكميه 100 فالسرعه برضو 25، لو كانت 200 فالسرعه برضو 25، لو كانت 400 فالسرعه برضو 25. يبقى السرعه اللي هي ممكن نكتبها دي اي على دي تي بتساوي او بتتناسب مع التركيز بس اس صفر، يعني ممكن اشيله لانه هيبقى بواحد، يعني بتساوي كي بس. وطبعا قلنا طالما السرعه هنا تركيز المتفاعلات بيقل، فالمفروض نحط جنبه اشاره سالبه، يعني ممكن المفروض اكتب التغير في تركيز المتفاعلات على التغير في الزمن، لان التركيز بيقل مرور الوقت، فحط اشاره سالبه. ما نحطش اشاره سالبه في الناحيه الشمال، بنشيلها من الناحيه الشمال ونحطها في الناحيه اليمين عشان يبقى شكل المعادله احسن. يبقى السرعه بتساوي سالب كي. والتفاعلات دي بنسميها زيرو اوردر، تفاعلات من درجة سرعة، تفاعلات من درجة صفر. ليه زيرو أوردر؟ لأن السرعة بتتناسب مع تركيز أس صفر، فالتفاعلات عشان كلمة أس صفر دي بقت زيرو أوردر، تتناسب مع التركيز أس صفر. لو كررنا تجربة تانية باستعمال دراج تاني، مادة تانية، المادة ديت برضو جبنا منها أماونت 100 و200 و400، ولاحظنا كميتها عند زمن صفر وكميتها عند زمن مثلا بيساوي برضو ساعتين، ولاحظنا السرعة، السرعة دي سرعة متوسطة. لاحظنا كميتها عند زمن صفر قلنا 100، بعد زمن ساعتين لاحظت مثلا ان كميتها بتساوي 50. هحسب السرعة، يبقى السرعة بتساوي التغير في تركيز المتفاعلات، برضو المادة ايه المفروض بتحول المادة بي مثلا، او هي بتطلع، يبقى 100 ناقص 50 على الزمن في زمن ساعتين، يعني هتساوي 50 على 2، هتساوي 25 جرام مثلا في الساعة. كررنا التجربة باستعمال تركيز 200 أو كتلة مقدارها 200، التركيز عند زمن صفر ب200. لاحظنا بقى هنا الغريب إن التركيز عند زمن ساعتين كان 100. حسبنا السرعة، لقينا إن السرعة هي 200 ناقص 100 على الزمن اللي هو ساعتين. نلاحظ إن هو بيساوي 100 على 2، هتساوي 50 جرام في الساعة. كررنا التجربة مرة تالتة باستعمال تركيز برضو ضعفناه، كان الكمية 400 عند زمن صفر، وبعد ساعتين لقينا ان الكمية بتساوي 200 مثلا، فالسرعة هتساوي 400 ناقص 200 على الزمن اللي هو ساعتين، يعني هتساوي 200 على 2، هتساوي 100 جرام في الساعة. فايه اللي نلاحظه في التجربة ديت؟ هنلاحظ ان السرعة متغيرة، السرعة مرة كانت ب25 ومرة كانت ب50 ومرة كانت ب100، مش ثابتة. لما التركيز كان ب100 كانت السرعة ب25، لما التركيز ب200 كانت السرعة 50، لما التركيز الابتدائي كان 400 كانت السرعة 100. فاللي بنلاحظه إن الريت ملوش رقم واحد، ولكن الريت ليه تلات أرقام هنا، اللي هما 25 ومرة 50 في الحالة التانية، وفي الحالة التالتة كان 100. لما كانت الأماونت تلات أرقام، 100 و200 و400. إيه اللي بيحصل لما ضعفت التركيز من 100 ل 200؟ يعني ضعفت التركيز ضربته في 2، ايه اللي حصل في السرعه؟ هل فضلت ثابته؟ هل ال 25 فضلت ثابته، ولا هي كمان اتضربت في 2؟ لاحظ ان هي كمان اتضربت في 2. ايه اللي يحصل لما ضعفت ال 200 ل 400؟ يعني ضربت ال 200 ل 400، السرعه عند ال 200 كانت 50، لما ضعفت الكميه لاحظت ان السرعه هي كمان اتضربت في 2، ما فضلتش ثابته. فبنترجم الكلام ده للعلاقه الرياضيه، بنقول ان السرعه بتتناسب مع التركيز، لما التركيز يتضرب في 2 السرعه تضرب في 2، فعشان كده التركيز اس واحد. التركيز لما اتضرب في 2 من 100 بقى 200، او من 200 بقى 400، السرعه هي كمان اتضربت في 2، من 25 بقت 50، او من 50 بقت 100. السرعه ممكن بعد كده نشيل علامه التناسب ونحط ثابت، يبقى الريت بيساوي ثابت اللي هو الكي في التركيز اس واحد. وبعد كده السرعه ممكن حتى نقول الرمز بتاعها اللي هو التغير في تركيز المتفاعلات على التغير في الزمن بيساوي الكي في التركيز اس واحد، تركيز او اماونت، يعني ممكن اماونت اس واحد.
ثلاث تركيزات. وطبعا قلنا متفاعلات التركيزه بيقل، فكان المفروض احط اشاره سالبه تدل على النقص في التركيز بمرور الوقت، بس ما بنحطش الاشاره السالبه ناحيه الشمال، بنجيبها ونحطها ناحيه اليمين احسن، نضرب في سالب طرفين. يبقى هي ديت قانون التركيز. التفاعلات دي بنسميها فيرست اوردر. فيرست اوردر ليه؟ لان الاس بتاع التركيز بواحد، فعشان كده اتسمت فيرست اوردر. السرعة بتتناسب مع التركيز، والتركيز مرفوع لأس واحد، يعني لو السرعة ضربت في اتنين التركيز بيتضرب في اتنين. في برضه تفاعلات سكند، ودي برضه مش علينا. سكند أوردر، السكند أوردر هيلاحظ ايه؟ هيلاحظ برضه لما يبدأ بأماونت 100 و200 و400، الأماونت عند زمن بيساوي صفر، والأماونت عند زمن بيساوي ساعتين، والسرعة. مثلا لو بدأنا بتركيز 100 و200 و400، لو عند زمن صفر كان التركيز بيساوي 100، بس عن زمن ساعتين كان التركيز بيساوي مثلا 10، أو بيساوي نخليه رقم كويس 90 مثلا. في الأول كان التركيز ب100، ولاحظنا إن التركيز عن زمن ساعتين كان مثلا بيساوي 90. حسبنا السرعة، لقينا إن السرعة هنا بتساوي 100 ناقص 90 طاير في التركيز على الزمن اللي هو ساعتين، يعني هتساوي 10 على 2 هتساوي 5. في الحالة التانية كنا بادئين بكمية مقدارها 200. ايه اللي هيحصل في التركيز مثلا عن زمن ساعتين؟ لاحظت مثلا ان هو الكمية ب160 عن زمن ساعتين، لان الموجود 160. فحسبنا السرعة وقلنا ان هي 200 ناقص 160 على 2، لاحظنا ان هي بتساوي 40 على 2، يعني بتساوي 20. عند زمن 400 كان الكمية اللي بادئين بيها هي 400، وبعد ساعتين لاحظنا ان الكمية بتساوي تقريبا 320، او 240. المهم يعني حسبنا السرعة لقينا ان هي بتساوي 400 ناقص 240 على زمن اللي هو ساعتين، يعني بتساوي 160 على 2، يعني بتساوي 80. المهم جيت ألاحظ الكلام ده، إيه اللي حصل؟ وده مش علينا، ده حاجة اسمها السكند أوردر. لاحظنا إن السرعة برضو متغيرة، السرعة كانت 25 و80، لما التركيزات اللي بادئين بيها كانت 100 و200 و400. واللي حصل إن إحنا لما ضعفنا التركيز ضربناه في 2، هل السرعة فضلت زي ما هي ثابتة؟ يعني 5 فضلت زي ما هي؟ لا. هل هي كمان اتضربت في 2 فالأولى علاقة طردية؟ لا، ده اتضربت في 4. ولما الـ200 دي ضربناها في 2، ايه اللي حصل في السرعة ما بين 20 و80؟ هل فضلت زي ما هي 20؟ لا. هل اتضربت في 2 بقت 40؟ لا، ده اتضربت في 4. فاللي بنلاحظه ان السرعة بتتناسب مع التركيز. لما التركيز بيزيد من 100 لـ200 السرعة بتزيد من 5 لـ20، بس مش علاقة طردية على طول. لما ده يزيد الضعف ده يزيد الضعف، ده لما التركيز بيزيد الضعف السرعة بتزيد 4 مرات، يعني المفروض تحط التركيز ده أس 2، عشان لو التركيز اتضرب في 2 تقوم الـ2 ديت مربعها الأول، يبقى 2 أس 2 بـ4، وساعتها السرعة هتتضرب في 4، هتزيد 4 مرات. وده اللي لاحظناه في التفاعلات ديت. المهم بنشيل علامة التناسب ونحط ثابت اسمه كي، التركيز أس 2 أو الأماونت أس 2، ولأن الأس هنا هو 2، فالتفاعلات اسمها سكند اوردر، ودي برضو مش علينا. تفاعلات سكند، وفي تفاعلات ثيرد اوردر، وفي تفاعلات 1.5 اوردر، وفي تفاعلات كتير يعني، بس اشهر حاجه في جسم الانسان هي الفيرست اوردر. وفي لحظه معينه ممكن بعض الادويه في جسم الانسان لما تركيزها يزيد قوي تمشي بسلوك زيرو، وفي ادويه تانية بتمشي بسلوك اللي هو اسمه ميخائيلس او ميكاليس منتن. ده في كذا ثلاثة اوردر تقريبا بس في جسم الانسان، فيرست وزيرو وفي ميخائيلس منتن، بس اشهر حاجه هي الفيرست، ودي اللي بنتعامل بيها في جسم الانسان، سواء كان عمليات اللي بتحصل في جسم الانسان من الاليمينيشن خروج الدواء، الميتابوليزم اللي هو بيشمل الاليمينيشن برضو، الاليمينيشن فيها اكسكريشن خروجه عن طريق الكليه، والميتابوليزم او الابزوربشن الامتصاص، او الديستريبيوشن اللي هو التوزيع بتاع ده. فالسرعات كلها بتبقى فيرست اوردر، فالسرعة بتتناسب مع التركيز أس واحد، أو السرعة
تتناسب مع الأماونت كيوتلت الدواء أس واحد، بنشيل علامة التناسب ونحط ثابت، يبقى الريت بيساوي ثابت في التركيز، أو الريت بيساوي ثابت في ال ثابت في الأماونت، بس ثابت هنا مش هيبقى هو أوكي. المهم يعني هو ثابت في التركيز، ف سواء بقى زيرو لو هو ده فارست طبعا، في الزيرو قلنا برضو السرعة تتناسب مع مثلا التركيز أس صفر، يعني السرعة بتساوي ثابت بس التركيز أس صفر بواحد، يعني ممكن أشيله خالص في واحد، السرعة ثابتة في الزيرو أوردر، السرعة ما بتتغيرش ولكن السرعة ثابتة. أما في الفيرست السرعة متغيرة، الكونستانت ثابت، وهنا الكونستانت هو السرعة في الزيرو، يعني السرعة هي الكونستانت. وعشان كده حتى لو بصينا طبعا بقى تشتق بقى قوانين الفيرست والسكند، بس لو بصينا مثلا المقارنة ديت ما بين الفيرست والزيرو، في الفيرست لما قلنا ان السرعة الريت بيساوي الثابت في التركيز مثلا، فبيبدأ يشتق المعادلة ديت، يطلع منها معادلة اللين ومعادلة اللوج. لون التركيز عند أي لحظة بيساوي لين السي نود ناقص الكي تي، أو معادلة اللوج، لوج التركيز عند أي لحظة بيساوي لوج السي نود ناقص الكي في الزمن على 2.303، أو التركيز عند أي لحظة، التركيز عند أي لحظة بيساوي السي نود في اليو سالب الكي في تي. ممكن نفس المعادلات يكتبها بس بدل تركيزات تبقى amount، يبقى لأن كمية الدواء عند أي لحظة بيساوي لأن كمية الدواء عند زمن صفر اللي هي غالبا هي الدوز ناقص الكي في الزمن، ولوج كمية الدواء عند أي لحظة بيساوي لوج السينو لوج الـ A0 اللي هي برضو غالبا الدوز، أو إن الأماونت عند أي لحظة بيساوي الـ A0 في اليو سالب الكي في الزمن، وبرضو الـ A0 ديت اللي هي غالبا الدوز اللي أنت بادئ بيها، كمية الدواء عند زمن صفر. ديت معادلات الفيرست. في معادلات الزيرو، الزيرو الريت بيساوي الكي، elimination rate constant بتاع الزيرو، فعلى طول بيفك المعادلة، أو المعادلة الوحيدة المشتقة منها هي إن التركيز عند أي لحظة بيساوي ال C0 ناقص ال K في الزمن. طبعا الريت مش بيساوي ال K، احنا قلنا الريت هنا هنديله إشارة سالبة هيبقى يساوي سالب ال K، وهنا الريت برضو مش بيساوي ال K في الزمن، هيساوي سالب ال K في الزمن، يبقى بندي للريت إشارة سالبة عشان تركيز المتفاعلات بيقل. فدي كانت المعادلة الوحيدة. وبيكمل بقى المقارنة ما بين الفيرست والزيرو، وده أهم حاجة ملناش دعوة يعني وده الفيرست. يبقى أنا عندي في الفيرست 3 معادلات، أكتبهم على هيئة تركيز أو أكتبهم على هيئة أماونت، وفي الزيرو عندي معادلة واحدة بس. بعد كده عندي قيمة الكي أو وحدة الكي. في حالة الفيرست هنلاحظ إن وحدة الكي لو جبناها في خانة لوحدها مثلا، مثلا في المعادلة ديت مثلا، لو جبنا الكي في خانة لوحدها نلاحظ ان الكي في الزمن بيساوي لن السي نود ناقص لن السي تي دي، فهنلاحظ ان الكي بيساوي لن السي نود ناقص الكي لن السي عند اي لحظة على الزمن. اللن حاجة بيساوي رقم، لن التركيز مثلا بيساوي 5، وده ملوش وحدة، ليس له وحدة. ولوج حاجة برضو بيساوي رقم، الحاجة دي ملهاش وحدة، زي ما تقول مثلا ونفس الكلام لو قلت، يبقى اللن واللوج بيلغي الوحدات. نفس الكلام برضو الأس، لو قلت 2 أس التركيز، التركيز ليه وحدة، بس 2 أس التركيز لو طلع مثلا ب 500، ال 500 دي ليس لها وحدة. ف اللن واللوج بيلغي الوحدات، وبالتالي يبقى الكي بيساوي لن تركيز اللي ملوش وحدة ناقص لن تركيز ملوش وحدة على زمن، يبقى الكي هتبقى بتساوي 1 على زمن اللي هو مثلا بالأور، أو 1 على مينت، أو 1 على سكند على هيئة حسب الزمن الموجود في المعادلة. أما في الزيرو هلاحظ إن الريت بيساوي الكي أصلا، يعني الكي هي وحدة الريت. لو كان الريت هو تغير في الأماونت على تغير في الزمن، يعني بيساوي سالب الكي، يبقى الكي وحدتها هي أماونت على زمن. لو كانت هي تغير في التركيز على تغير في الزمن بيساوي سالب الكي، وده تقريبا بنشتغل بيه، يبقى ساعتها وحدة الكي هتبقى تركيز
على زمن، ودي مهمة لأن لو جابلك في الامتحان وقالك إن التركيز كان مثلا بالمايكروغرام على ملي لتر، وعلى زمن يعني بضرب في واحد على زمن يعني زمن هيبقى في المقام اللي هو بالأور، يبقى هي ديت وحدة الكي في حالة الزيرو أوردر، مايكروغرام على ملي والأور موجودة في المقام، ده غير وحدة طبعا الـ AUC. الـ AUC الـ Area Under Curve كانت وحدتها بتساوي تركيز في زمن، يعني لو كان التركيز بالمايكروغرام على ملي لتر وكان زمن بالأور يعني زمن هحطه في زمن يعني زمن في البسط، يبقى الزمن في البسط في وحدة الـ AUC، أما الزمن في المقام وجنبه طبعا التركيز، التركيز على حجمه والحجم المضروب هو اللي في الزمن، ده في وحدة الكي بتاع الزيرو اوردر. أما وحدة الكي بتاع الفيرست اوردر هي واحد على تايم أو تايم أس سالب واحد. وبيكمل بقى برضو المقارنة بيقول الرسم طبعا بتاع الزيرو، بتاع الزيرو لما بترسم التركيز عند أي لحظة على محور الصادات والزمن على محور السينات على آلة رسم بياني عادية، بتلاحظ إن النقط عبارة عن خط مستقيم، بتمد الخط على استقامته عشان يقطع محور الصادات، بيقطعه عند نقطة هي سي زيرو، والاسلوب بتاع ورقة الرسم البياني العادية اللي هي بتساوي فرق تركيز الصادات سي اتنين ناقص سي واحد على تي اتنين ناقص تي واحد، بس دي ما بتجيش يعني في الامتحان، اللي بيجي هو السيمي لوج والفيرست. الاسلوب بيساوي سالب الكي، بنجيب قيمة الكي الموجب. أما الفيرست لما بنرسمه على ورقة الرسم البياني العادية، لو كنا يعني رسمناها على ورقة الرسم البياني العادية بنلاحظ إن هو بيبقى خط كيرف كده مايل لتحت، مبنعرفش نشتغل عليه، فبنرسمه على ورقة سيمي لوج، ودي زي معادلة الاي في بولس بتاع السكشن الاولاني، بنلاحظ ان هي بقت خط مستقيم، بنمد الخط المستقيم على استقامته يديني الجزء المقطوع هو السي زيرو، والاسلوب بنجيبه ان احنا بنقول لان النقطة ديت اسمها سي اتنين والنقطة ديت اسمها سي واحد مثلا، والزمن بتاع النقطة ديت هو تي اتنين والزمن مثلا بتاع النقطة ديت هو تي واحد، يبقى ساعتها اقول ان الاسلوب بيساوي لان السي اتنين واقف القوس ناقص لان السي واحد على تي اتنين ناقص تي واحد، وأساوي الكلام ده كله بسالب الكي. الأسلوب دايما هيبقى رقم سالب، أطير السالب مع السالب يطلع قيمة الكي الموجبة. ده فرق كمان، الفرق كمان هو الهاف لايف، فترة عمر النص بتاع الدواء، ففترة عمر النص بتاع الفيرست وفترة عمر النص بتاع الزيرو. الفيرست بنقول إن تي هاف دي ثابتة، وده مهم جدا، التي هاف هنا ثابتة لأن في سؤال موجود عنها في الكتاب وبيجي غالبا يعني في صفحة 38، الفيرست صفحة 38 الفيرست بتبقى التي هاف بتاعها ثابتة والزيرو التي هاف بتاعها بتبقى متغيرة، وده عكس الريت، يعني الريت سرعة التفاعل، الزيرو سرعة التفاعل بتتناسب مع التركيز أس صفر يعني ما بتتناسبش مع التركيز يعني ثابتة، أما الفيرست سرعة التفاعل هي المتغيرة ويتناسب مع التركيز. أما تي هاف العكس، التي هاف بتاع الفيرست هي اللي ثابتة والتي هاف بتاع الزيرو هي المتغيرة. ليه بقى ثابتة وليه متغيرة؟ فمن القانون أحد قوانين الفيرست اللي هما تلاتة، اللين أو اللوج أو القانون إكسبونينشال، لو عملنا قانون اللين مثلا وقلنا لين التركيز عند أي لحظة بيساوي لين السي نود ناقص الكي تي. التي هاف من اسمها هي الفترة اللي التركيز بيقل فيها للنص، يعني لو انا بادي بتركيز اولي اسمه سي زيرو، فالتركيز بعد فترة زمنية اسمها تي هاف المفروض يبقى التركيز اسمه اللي هو المفروض التركيز عند اي لحظة هيبقى اسمه نص السي زيرو مثلا، فساعتها هشيل السي تي ديت واحط مكانها نص السي زيرو، هنعوض في القانون عشان نجيب الزمن هيساوي كام. هنلاحظ ان هنودي الكي تي الناحية الشمال عشان نغير الإشارة، هتبقى الكي في الزمن بيساوي الزمن ده هيبقى اسمه تي هاف لأن عوضت عن التركيز عند أي لحظة بنص السي زيرو، بيساوي لن السي زيرو ناقص لن نص السي زيرو، هنقسم على الكي يبقى تي هاف هتساوي لن السي زيرو ناقص لن نص السي زيرو، فلما بنقول لوغاريتم ناقص لوغاريتم اللي هو لن يعني ناقص لن بيساوي لوغاريتم الأولاني على لوغاريتم التاني، وهنا الكي موجودة في المقام، بنطير السي زيرو مع سي زيرو يبقى معانا واحد على واحد على اتنين، فالاتنين بتبقى فوق يعني بيساوي
لن الاتنين على الكي هيساوي لن الاتنين بالآلة الحاسبة، هنلاحظ ان هي ب 693 من ألف على الكي. فا تي هوف في حالة الفيرست اوردر بيساوي 693 من ألف على الكي، اللي هي بتساوي لن اتنين على الكي. ودي أهم حاجة القانون ده حفظه كده، لأنك لما يبقى معاك الكي تحصل على طول على تي هوف، والعكس لو بدلت ما بينهم، لو جبت الكي هي الناحية ديت ونزلت تي هوف مكانها، يبقى بيساوي 693 من ألف على التي هوف. في الامتحان لو انت محتاج الكي مش هيديها لك، هيدي لك التي هوف مكانها، تقوم قايل 693 من ألف على التي هوف تطلع الكي. لو انت محتاج التي هوف مش هيديها لك، هيدي لك الكي مكانها، فتقول 693 من ألف على الكي وتشتغل بالتي هوف على طول وتكمل حل باقي المسألة. أما تي هوف في حالة الزيرو، فالقانون بتاع الزيرو برضو إن التركيز عند أي لحظة بيساوي سي زيرو ناقص الكي في الزمن. عند تي هوف يبقى آت تي هوف، فإن التركيز عند أي لحظة هيبقى هو نص السي نود. لو أنا بادي بتركيز أولي هو سي زيرو، فبعد فترة اسمها تي هوف التركيز هيبقى اسمه نص السي زيرو، فأشيل الراجل ده وأحط مكانه نص السي زيرو، وأودي الكي في التي ديت ناحية الشمال، وأودي الراجل ده ناحية اليمين عشان أغير إشارة، يبقى الكي في التي هتساوي سي زيرو ناقص نص سي زيرو. التي دي اسمها تي هاف هنا لأن عوضت عن تركيز عند أي لحظة بنص السي زيرو. قاسم على الكي يبقى تي هاف بتساوي سي زيرو ناقص نص سي زيرو على الكي، اللي هي بتساوي سي زيرو ناقص نص سي زيرو يعني نص سي زيرو على الكي، اللي هي برضو بتساوي واحد على اتنين الشكل دوت، او ممكن تتكتب amount بواحد على اتنين اللي هنا الاي زيرو تقريبا وهنا الكي تقريبا يعني هي دي. فهل التي هاف هنا ثابتة ولا متغيرة؟ في الفيرست اوردر التي هاف بتساوي 693 من الف، وده رقم ثابت، على الكي اللي هي ثابتة برضو مهما غيرت جرعة الدواء، الكي ثابتة من اسمها elimination rate constant، وهنا الكي برضو ثابتة لان الكي هنا الكي بتاع الزيرو قلنا ان هي اسمها elimination rate constant او اسمها elimination rate، لان في الزيرو اوردر سرعة الالمينيشن هي elimination rate constant. الالمينيشن ريت اللي هي قلنا لما قلنا الريت بيتناسب مع التركيز اس صفر، وقلنا تركيز اس صفر يعني بواحد اي حاجة اس صفر بقى، فقلنا الريت بيساوي الكي، شلنا عامة التناسب وحطينا ثابت، فالكي دي اسمها elimination rate constant واسمها برضو elimination rate لانها بتساوي elimination rate. او الاحسن فعلا يعني بدل ما اقول كده ممكن اقول elimination rate، ممكن اقول elimination rate اللي هو الريت اللي على الشمال ده بيساوي سالب الكي، يعني elimination rate بيساوي سالب elimination rate constant، ده في حالة الزيرو بس. فالكي ثابتة، فبما ان الكي ده ثابت والاي زيرو ده هو كمية الدواء الدوز مثلا انت مديها، لو انا غيرت الدوز ايه اللي هيحصل في تي هاف؟ هتتغير، اما الكي ثابتة. يبقى لو الدوز دي ضربت في اتنين هنلاقي ان تي هاف ضربت في اتنين، وده اللي هنشوفه في المثال دلوقتي. لو الدوز ضربت في نص هنلاحظ ان تي هاف برضو اتضربت في نص. الاي هي الدوز او initial amount او الكمية، كمية الدواء الموجودة دلوقتي، لو هي 100 فالتي هاف هتبقى رقم معين، لو هي 50 التي هاف هتبقى رقم مختلف. فالتي هاف هنا متغيرة لأن الـ A نود ديت متغيرة ممكن تتغير، أما الكي هنا مفيش حاجة، التي هاف فوق مفيش حاجة بتأثر عليها إلا الـ الكي، والكي ثابتة، والرقم اللي فوق ده رقم ثابت 693 ألف. أما هنا الرقم اللي فوق مش ثابت اللي هو الـ A زيرو ده ممكن يتغير، وطبعا قلنا الريت في الفيرست بيتناسب مع تركيز اس واحد، فقلنا الريت بيساوي ثابت في ده، فالريت ده ريت الراجل ده متغير، اما الكي دي ثابتة والتركيز عند اي لحظة التركيز ده متغير، فمتغير في ثابت طلع ناتج متغير، بس الكي دايما ثابتة. الكي ديت بتساوي الريت المتغير على التركيز المتغير، يبقى حاجة متغيرة على حاجة متغيرة بتطلع ناتج ثابت دايما، بس طبعا سالب الكي. المهم المثال يعني هيوضح الكلام ده ازاي نبص له. اللي هنلاحظه في الفيرست ان لو انا بادي بكميه مقدارها 100، فبعد فتره زمنيه
التركيز بيبقى 50. الفترة دي اسمها تي هاف، فترة عمر النص بتاع الدولة. من 100 يبقى 50 فترة اسمها تي هاف، ومن 50 يبقى النص بتاعه اللي هو 25 فترة برضو اسمها تي هاف، ومن 25 بيبقى 12.5 فترة هي تي هاف، ومن 12.5 بيبقى 6.25 فترة هي تي هاف، ومن 6.25 بيبقى 3.8 فترة برضو هي تي هاف، وهكذا يقعد يقل انصاص في فترات كلها اسمها تي هاف. التي هاف الأولانية ديت هي التي هاف التانية، هي التي هاف التالتة، هي التي هاف الرابعة، هي التي هاف الخامسة، وهكذا. أما في حالة الفيرست أوردر فلا، هو بيقل من أو نيجي للتفسير ليه الكلام ده بيحصل. لو فرضنا إن التي هاف ديت بست ساعات، تركيز الدواء كان 100، ولاحظنا إن هو بعد 6 ساعات أصبح التركيز 50. التركيز كان 100 وبعد 6 ساعات أصبح التركيز 50، أو خليها 5 ساعات عشان نعرف نشتغل. يبقى التي هوف هنا ب5 ساعات، التركيز كان 100 وبعد 5 ساعات التركيز بقى 50، يعني الدواء بيقل بسرعة هي 50 في الـ5 ساعات، 50 وحدة بينقصوا في الـ5 ساعات، 50 في الـ5 ساعات. طيب لما وصل لتركيز 50، سرعة الدواء اللي هو شغال بيها هتفضل ثابتة ولا هتتغير؟ هو فيرست أوردر، فالمفروض السرعة بتتناسب مع التركيز. السرعة هي كمان هتتغير، السرعة هي كمان هتتغير. فبعد ما كان بيكسر 50 جزيء في زمن 5 ساعات، ده دلوقتي في نفس المدة الزمنية اللي هي 5 ساعات برضو مش هيكسر 50، بقى سرعته هتقل للنص. أمال هيكسر كام؟ 25 بس. يبقى في نفس المدة الزمنية اللي هي 25 اللي هي 5 ساعات، كان زمان بيكسر من 100 لـ50، يعني بيكسر 50 جزيء من الدواء في الـ5 ساعات. أما لما بيصل عند تركيز 50 سرعته بتقل، لأن تركيزه الأول كان 100 وبعد كده تركيزه هنا بقى 50، سرعته بتقل للنص. بعد ما في الـ5 ساعات كان بيكسر 50، بقى بيكسر 25 بس، وده اللي احنا شايفينه، من 50 بقى 25 في نفس المدة الزمنية اللي هي 5 ساعات. فعشان كده الفترة عمر النص الجديدة اللي هي من 50 لـ25 برضه ما زالت 5 ساعات، لأن سرعته هي كمان قلت للنص. ومن 25 عشان يتحول لـ12.5 برضه بيقعد في 5 ساعات، وده ليه؟ لأن المفروض إن سرعته كانت بيكسر 25 جزيء في 5 ساعات، بس لما وصل لـ25 هنا سرعته قلت للنص. ففي نفس الـ5 ساعات مش هيكسر 25 جزيء، ده هيكسر برضه بس 12.5 جزيء، فأصبح من 25 لـ12.5، ما وصلش للصفر يعني. تمام، دي الفيرست. أما بقى الزيرو، لما بنحاول نقارن ما بينها، فزيرو تركيز 100 وبعد فترة 5 ساعات اللي هي التي هوف، التركيز أصبح 50. سرعة الدواء هنا السرعة بتساوي إن هو بيكسر 50 جزيء من 100 لـ50، يعني 50 في زمن 5 ساعات. لما يوصل لـ50 هل سرعة الدواء هتتغير ولا تفضل ثابتة؟ أنا بتعامل مع زيرو، فزيرو السرعة ثابتة، يبقى سرعة الدواء برضو هتفضل ثابتة. يعني المفروض في زمن برضو 5 ساعات، اللي هي المفروض كانت بتساوي تي هاف قديمة، في زمن 5 ساعات المفروض يكسر برضو كام جزيء؟ كان بيكسر 50 في الـ5 ساعات، يبقى برضو هنا المفروض يكسر 50 جزيء في الـ5 ساعات. لو كسر 50 في الـ5 ساعات ديت، يعني تركيزه هيبقى كام؟ بصفر. لو من 50 عشان يبقى صفر بيحتاج 5 ساعات، يبقى من 50 عشان يبقى 25 بيحتاج كام ساعة؟ من 50 عشان يبقى صفر بيقعد 5 ساعات، يبقى من 50 لـ25 وسرعته هياها، ما بيغيرش السرعة في النص، بيحتاج 2.5 ساعات. الساعتين ونص دي بنسميها التي هاف الجديدة. التي هاف الأولانية كانت بـ5 ساعات، التي هاف التانية كانت بـ2.5 ساعات، اتغيرت. يبقى من قانون التي هاف بنقول ان هي بتساوي بتاع الزيرو اوردر كان بيساوي 1/2 الاماونت انيشال اماونت على الكي، او بيساوي نص السي نود على الكي، مش عارف مكتوب ايه بالظبط. فمن القانون ده هنشوف هي ثابته ولا متغيره. الكي ثابته، الكي انا شغال زيرو اوردر، فالكي دايما
وهي اسمها الإليمينيشن ريت كونستانت، فهي ثابتة، حتى الإليمينيشن ريت نفسه ثابت، والكونستانت بتاعه برضه ثابت. ال A0 اللي هي الدوز، لو أنا غيرتها إيه اللي هيحصل في ال T هاف؟ هنلاحظ إن في علاقة طردية ما بين الدوز وما بين ال T هاف. لو الدوز اتضربت في 2، ال T هاف هتتضرب في 2. دي مش بس هي الدوز، ولكن هي الكمية اللي أنت بادئ بيها. فلو أنا كنت بادئ بكمية 100 وعاوز أوصل ناحية 50، بحتاج فترة زمنية اسمها T هاف اللي هي 5 ساعات، ومن 50 للصفر برضو 5 ساعات، بس من 50 للصفر دي ما اسمهاش تي هاف، من 50 لـ25 هي اللي اسمها تي هاف، اللي هي بتبقى 2:30 بس. وبعد كده يبقى دلوقتي تاني من 100 لحد 50 بحتاج 5 ساعات اللي هي اسمها تي هاف، ومن 50 للصفر بحتاج برضو 5 ساعات بس ما اسمهاش تي هاف، لأن تي هاف التركيز يقل للنص. يبقى من 150 بحتاج 5 ساعات، من 50 لـ0 بحتاج 5 ساعات. سرعته ثابتة، بيكسر 50 جزيء في 5 ساعات، بيكسر 50 جزيء في 5 ساعات في الحالة التانية. طيب من 50 لـ25 بيحتاج قد ايه؟ من 50 للصفر بيحتاج 5 ساعات، يبقى من 50 لنصها بيحتاج 2:30. يبقى تي هاف الجديدة، تي هاف رقم 2، بتساوي 2:30، أما هنا تي هاف كانت بـ5 ساعات. طيب من 25 للصفر بيحتاج قد ايه؟ إذا كان من 50 لـ25 وسرعته ثابتة بيحتاج 2:30، بيكسر 25 جزيء، يبقى من 25 برضو للصفر بيحتاج برضو 2:30 عشان يكسر 25 جزيء. يبقى من 25 للـ12:30 بيحتاج قد إيه؟ من 25 عشان يبقى صفر يكسر 25 جزيء بيحتاج 2:30، يبقى من 25 للـ12:30 بيحتاج 1:15 عشان من 25 يبقى 12:30، ودي اسمها تي هاف جديدة برضو، يبقى تي هاف هنا بقت 1:15. ومن الخمس 12:30 عشان يبقى صفر بيحتاج 1:15 الباقيين، ما هو من 25 للصفر بيحتاج 2:30، لل12:30 بيحتاج 1:15، ومن 12:30 للصفر برضو بيحتاج 1:15، يبقى من الـ12:30 عشان اللي هي المدة دي كلها 1:15، يبقى من الـ12:30 عشان يوصل الأول لـ6:15، وبعد كده من 6:15 للصفر نقسم 1:15 دي على مرتين، يبقى بيحتاج 1:15 × 2 اللي هي مش عارف بكام، بـ30 ساعة ولا ايه مثلا عشان يوصل ده. فالتي هاف دايما هنا بتتغير، لان الانيشال اماونت دايما بتتغير. يبقى اهم حاجة بس التي هاف في حالة الزيرو بتساوي 1/2 والكي في المقام، وهنا السي زيرو باين او الاي زيرو. فنلاحظ ان الكي ثابتة، الاي زيرو ديت متغيرة، الانيشال اماونت متغيرة، مرة تبقى 100، مرة تبقى 50، مرة تبقى أي حاجة. فبالتالي في علاقة طردية ما بين التي هاف والكلام ده. لو السي زيرو قلت للنص، التي هاف هي كمان بتقل للنص، لو قلت للربع التي هاف بتقل للربع. وده لاحظناه لما كانت الانيشال اماونت 100 عشان يقل ل 50، التي هاف كانت 5 ساعات، بس 50 عشان يقل لنصها اللي هو 25، التي هاف هي كمان قلت للنص بقت 2:30. وده عكس اللي شفناه في تفاعلات الفيرست اللي هي أحسن بكتير. الفيرست بيقل انصاص على طول، من 100 عشان يقل ل 50 بيحتاج 5 ساعات اللي هي تي هاف، ومن 50 عشان يقل لنصها اللي هو 25 بيحتاج برضو 5 ساعات اللي هي تي هاف، ومن 25 عشان يقل لنصها اللي هو 12:30 بيحتاج 5 ساعات اللي هي تي هاف، ومن 12:30 عشان يقل ل 6:15 بيحتاج 5 ساعات اللي هي تي هاف. يعني الراجل ده مش هيوصل للصفر ابدا، هيقعد يوصل للصفر عند ازمنه 20 تي هاف بقى، ولا تي هاف كتير قوي يعني عشان يوصل للصفر. عشان كده حتى موجود في مسألة ان هو بيقول لك الزمن اللازم عشان 99.9% من الدواء يحصل لهم eliminated او يخرجوا او يكسروا، مش 100% حتى، ده 99.9 بيحتاج 10 تي هاف. يعني كرر العملية دي 10 مرات، دي اول تي هاف، ودي التانية، ودي التالتة، ودي الرابعة، والخامسة، والستة، والسبعة، والثامنة، والتاسعة، والعشرة، وكل ده لسه ما وصلش للصفر. هيوصل للصفر امتى؟ لا لسه بقى بالهبل، لسه كتير تي هاف كتير عشان يوصل للصفر، ما بيوصلش للصفر ابدا. اما في الزيرو، فالزيرو خطوتين، من 100 لـ50 في زمن 5 ساعات، يبقى من 50 للصفر في زمن برضو 5 ساعات، من 100 لـ50 دي بيسميها تي هاف. اما من 50 للصفر ما ينفعش اسميها تي هاف، لانها مش الصفر مش نص الـ50، اما الـ50 هي نص المية فسميها تي هاف. امال ايه اللي يسميه تي هاف؟ 50 لنصها اللي هو 25 اللي هي تبقى زمن 2:30 ساعة، دي يسميها تي هاف. فتي هاف هنا كانت 5 في الاول وكانت 2:30 بعد كده، من 25 للصفر برضه في 2:30، يعني من 25 لـ12:30 في 1:15، ومن 12:30 للصفر في 1:15 برضه، يبقى من 25 لـ12:30 دي اسمها تي هاف، لأن الـ12:30 هي نص الـ25. ف
فتي هوف هنا متغيرة، تي هوف هنا ثابتة، وفي المسألة يعني بيقول لك مين فيهم هو الفيرست، فبتبص على التي هوف بتاعه، اللي تي هوف بتاعه بتتغير اللي هو الدرج بي، كانت التي هوف بتاعه، أنا آسف، التي هوف بتاعه ثابتة، هيبقى هو الفيرست، واللي تي هوف بتاعه متغيرة هيبقى هو السكند. دي كانت معلومات عنه. نرجع تاني بقى للكي، فالإليمينيشن ريت كونستانت في حالة الفيرست أوردر اللي هو الكي، الوحدة بتاعه قلنا إن هي تايم واحد على تايم أو تايم أس سالب واحد، بيتأثر بإيه؟ ما بيتغيرش طبعا، أي كونستانت ما بيتغيرش بتغير الدوز، يعني الدوز ما بتأثرش عليه، ولا الروت أوف أدمنستريشن، يعني لو أنت حسبتها للدواء أي في بولس بالتجارب الأولية هي هي بتاع الأورال ثابتة، ولا بيتغير بتغير الدوزج فورم، لو أنت بتاع كبسول نفس المادة الفعالة في كبسول ونفس المادة الفعالة في تابلت، فالكي هنا هي هي الكي هنا بتاع نفس المادة الفعالة، أو تغير الفورميليشن، حتى لو أنت معاك إقراص فلوموكس 1000 وإقراص فلوكزامو 1000، فالكي في الفلوموكس بتاع الأموكسيسيلين هي هي الكي بتاع الفلوكزامو، مع إن ديت شركة ودي شركة، يعني دي فورميليشن مع إكسيبيانت ودي فورميليشن، بس الاتنين بيساووا بعض الوقت، يبقى الكي ديت ثابتة، المينشن هتكون أصلا متغيرش تغير الدوز ولا الروت أوف أدمنستريشن. والكي برضو بتاع زيرو نفس الكلام، يعني الكي بتاع زيرو مش عارف رمزها كي زيرو، عاملة زي الانفيوجن ريت، أهم حاجة الوحدة بتاعها اللي هي تركيز على زمن، اللي هي ممكن يبقى مايكرو جرام على ملي لتر، ده التركيز، والزمن موجود في المقام، أما لو الزمن موجود في مصر دي وحدة الـ AUC، يبقى الـ AUC الزمن في تركيز، يعني الزمن ده في البسط لو الأور موجودة في البسط، و التي هاف ثابتة في مين ومتغيرة في مين، والسرعة ثابتة في مين ومتغيرة في مين، وشكل الكيرف.